لم تخل مظاهرات الجمعة في القاهرة وعدد من المحافظات المصرية من مشاهد كهذه، مشاهد ربما تؤشر إلى أين تسير الأزمة بين رافضي الانقلاب والأجهزة الأمنية ومن يناصرها ممن يوصفون بالمواطنين الشرفاء. هنا ميدان عام في حي المطرية القاهري، اشتباكات قالت الداخلية إنها بدأت بين عناصر من تنظيم الإخوان المسلمين وبعض الأهالي، مما استدعى الدفع بمزيد من أفراد وآليات قوى الأمن المركزي. وصلت القوى الأمنية إلى الميدان الذي سقط فيه قبل نحو أسبوع عشرات بين قتيل وجريح في ذكرى ثورة 25 يناير، حدث حاول هؤلاء لفت الأنظار إليه، فأقاموا منصة لتأبين ضحايا السبت الماضي. في المعادي خرجت أكثر من مسيرة من مساجد المنطقة في مشهد بات مألوفا في هذا الحي على الأقل. أما مسيرات حي الوراق في الجيزة فحملت وسائل جديدة في الاحتجاج والتعبير عن المواقف الرافضة للانقلاب. يسكت يسكت حكم العسكر. أحياء عين السيرة في منطقة السيدة زينة والمعصرة ومدينة نصر وانبابة والهرم شهدت هي الأخرى مسيرات رافضة للانقلاب. هكذا إذن بدت القاهرة الكبرى في جمعة جديدة تضاف لشهور من الاحتجاجات. الوضع في الصعيد لم يخلو من مظاهرات عنف، حيث تدخلت الشرطة لتفريق مسيرات في الفيوم وأسيوط. بصمات الشرطة بدت أكثر وضوحا هنا في حوش عيسى بمحافظة البحيرة. من جمعة إلى أخرى تبدو مصر وكأنها تعيد إنتاج أزمتها الممتدة منذ 3 يوليو، فرافض الانقلاب وما أن تنتهي جمعة يتأهبون للأخرى، تأهب لا تنافسهم فيه إلا وزارة الداخلية بقوتها الضاربة.